كده هي بحضراتكم مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح اون تايم. نتكلم اكيد على استعدادات كلا الفريقين قطبي كره القدم المصريه، الاهلي والزمالك. لو هما عندهم مباراه ان شاء الله يوم الاربعاء، الاهلي هيقابل الداخليه، والداخليه اكيد بطموح يعني يعدي النقطه الواحده اللي كان حصل عليها حتى الان من مباراتين. نفس الحال بالنسبه لفريق امبي اللي عنده نقطه واحده فقط. نادي الزمالك هيقابل امبي والاهلي هيقابل الداخليه. طب ايه اللي بيحصل في الاهلي وفي الزمالك؟ سريعا كده نتكلم مع حضراتكم مع ابرز العناوين اللي تخص كلا الفريقين. هبداها مع بداية من ثنائي الدفاع، يعني محمود دوتوالي واكرم توفيق، اللي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري ابدى اعجابه الشديد بكلا اللاعبين، وان شاء الله اللاعبين هيبقوا موجودين في معسكر منتخب مصر. خدوها مني كلمه خلاص بعد تألقهم. كان في بعض التصريحات اللي وصلت لنا من روي فيتوريا وجهازه الفني اللي بيخص منتخبنا الوطني المصري، اشاد وعنده اشاده كبيره جدا بكل العناصر الدوليه اللي موجوده في كل الفريقين زي زيزو وامام عاشور، وايضا اشاد بمستوى محمد عواد حارس المرمى. بس بشكل كبير جدا هو سعيد لان اكرم توفيق بالنسبه له من العناصر والركائز الاساسيه اللي موجوده في الباك رايت. كمان الظهور المفاجئ لمتولي الحقيقه فاجئنا كلنا، بنشكر متولي ان هو قادر يركز ويستعيد فورمه المباريات بعد العدد الكبير من الاصابات اللي كان تعرض ليها وسوء الحظ، وحب يجي مدير فني يلعبه ديفندر في نص الملعب وحب يجي واحد تاني، ولكن متولي حجز مكانه اساسيه، وبنامل ان شاء الله نفس المكانه الاساسيه دي تكون في منتخبنا الوطني المصري.